مرحبا، كيفكم؟ أنا سليمان، مشرف على مشروع هيومن روبوت. استخدمنا بالهيومن روبوت 2 سنسورز وأربعة أو 2 لارج موتورز، 2 لارج موتور وواحد ميديوم موتور. الميديوم موتور استخدمناه لتحريك الرأس، واللارج موتورز لتحريك العجال اللي هم بطريقة المجنزرة، وعندنا الألتراسونيك عشان يستشعر الجسم اللي مر قدامه، وعندنا الجايرو سنسور لقياس الزوايا والدوران. ثبتنا القاعدة بفريمز او وببيم 9 وبكروس بلوك ال وكروس بلوك اتش، ورفعنا الروبوت ببليتس، وثبتنا الراس بكروس بلوك اتش وكروس بلوك ال، واستخدمنا بالعينين كعجال، ومن ورا الثقل عشان ما يعني ما يتحرك ما يهز راس الروبوت.